أعلنت جمعية تيرو للفنون ومسرح اسطنبولي عن إقامة للدورة الرابعة من مهرجان لبنان المسرحي الدولي لمونودراما المرأة في المسرح الوطني اللبناني المجاني بمدينة سور وطرابلس. المهرجان من المقرر أن يقام في الفترة ما بين 28 و30 من يونيو الجاري بمشاركة عروض مسرحية من مصر والجزائر وتونس والإمارات ولبنان طبعا، كما يقام تحت شعار تحية للمرأة المناضلة. هذا الحدث عمليا ضمن فعاليات طرابلس عاصمة للثقافة العربية. ويأتي المهرجان احتفاء بتاء التأنيث ونون النسوة وإظهار قوتها في لغة الضاد مسرحيا وفنيا، حاملا التحية إلى المرأة ونضالها في مختلف الميادين، كما يعد منبرا مهما لتلاقي الثقافات وفرصة للجمهور للتعرف على أفكار مختلفة من العالم، كون الفن حق للجميع حسب إدارة المهرجان، كما يسعى القائمون إلى ترسيخ المقاومة الثقافية كنوع من أنواع النضال مع تخصيص برنامج خاص يعنى ويبرز نضالات المرأة الفلسطينية.